صباحكم سعيد لكل اللي انضمنا بمتابعه فقرات هذا الصباح. اذا مهند احنا مقبلين على منخفض جوي بساعات عصر اليوم، راح ناخذ تفاصيل اكثر عن هالمنخفض مع اسامه الطريفي مدير العمليات في موقع طقس العرب. صباح الخير اسامه. صباح الخير. والعود احمد، ورجعت ترجع معنا على النشره الجويه يعني. ارجع الشتاء خلاص. اهلا اسامه. اسامه اليوم مقبلين على منخفض جوي، تعطينا تفاصيل اكثر عن الحاله الجويه لليوم. نعم، يعني في البدايه متوقع ان تسقط دخات متفرقه من الامطار خلال الساعات القليله القادمه، خاصه في شمال وسط المملكه في العاصمه عمان، او يعني هو حاليا تشهد بعض مناطق العاصمه عمان تساقط دخات متفرقه من الامطار. عموما خلال ساعات نهار اليوم راح يستمر الطقس متقلب ما بين غائم مع تساقط بعض الامطار المتفرقه، يعني راح تنتج امطار على شكل دخات متفرقه لا اكثر ولا اقل. خلال ساعات مساء اليوم وليله الثلاثاء الاربعاء راح تعبر المملكه ما يكون بجبهه هوائيه قويه التاثير، فبالتالي راح تشتد سرعه الرياح بشكل كبير، راح تشتد سرعه الرياح هذه الليله بحيث تتجاوز هباتها 100 كيلومتر بالساعه. ايضا راح يشتد تساقط الامطار مع ساعات الليل متاخره من ليله الثلاثاء ومع ليله الثلاثاء الاربعاء وخلال ساعات فجر الاربعاء، فبالتالي الليل القادمه والصباح الغد متوقعين يكون في عندنا امطار جدا غزيره، متوقعين يكون في عندنا ربما بعض السيول في بعض اماكن بفعل غزاره هاي الامطار. يوم الاربعاء راح يكون الطقس منذ ساعات الصباح الباكر بارد غائم ماطر بغزاره وعاصف، مع ساعات ما بعد الظهر تتهيأ الفرصه لتساقط السلول او دخات من السلول لفتره زمنيه قصيره، يعني لعده ساعات فقط فوق المرتفعات الجبليه اللي تزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر في شمال ووسط وجنوب المملكه، نحكي عن مرتفعات راس منيف في شمال المملكه، بعض الاجزاء المرتفعه من العاصمه عمان زي خلده والدار علي واصويلح، ايضا المناطق المرتفعه من جنوب المملكه في مرتفعات الكرك وسلسله جبال الشرى، لكن نرجع بناكد فتره تساقط الثلوج هي لفتره زمنيه قصيره مقتصر ما بين ظهر وعصر الاربعاء وحتى ساعات مساء الاربعاء. مع ساعات مساء الاربعاء يعني راح تتراجع الفاعليه الجويه، راح تبقى الاجواء غائمه، دخات متفرقه من الامطار من اليمين والاخر، لكن راح تنخفض درجات الحراره ليلا بشكل واضح مما يعمل على تشكل الانجماد على بعض الطرقات، فبالتالي هناك تحذيرات من تشكل الانجماد ليله الاربعاء الخميس وصباح الخميس. نعم. بعد ذلك يعني خلال يوم الخميس والجمعه راح تستمر الاجواء بارده بشكل عام، طرف الامطار راح تكون على شكل ايضا دخات متفرقه خلال يومين الخميس والجمعه، يعني الامور ربما حتى خلال الاسبوع القادم تتجه الى المزيد من الانخفاض على درجات الحراره وربما منخفض اخر مطلع الاسبوع القادم، لكن حتى الان واضح ان العشر ايام القادمه راح تتجه الى الاجواء البارده ربما البارده جدا خلال ساعات النهار والليل. نعم نعم اسامه الطريفي، اذا ذروه المنخفض راح تكون ليله الاربعاء الخميس، بفهم الكلام اسامه؟ لا، هذا ذروه المنخفض راح تكون فجر الاربعاء بكره الصبح. فجر الاربعاء. نعم نعم، فجر الاربعاء او تحت الاربعاء الخميس هناك انجماد للاربعاء. نعم، اذا تحذير من انجماد راح يكون وثائقيه صباح الخميس، راح يكون هذا الانجماد. صحيح، نعم هذا التحذير صباح الخميس، وغدا صباحا حقيقه هناك تحذير جدي من الامطار الغزيره وارتفاع منسوب المياه على الطرقات. هذا هو غدا صباحا. نعم غدا صباحا. أسامة إلنا وقفات أخرى في الأيام المقبلة معك، بدنا نشكرك أسامة الطريفي مدير العمليات في موقع طقس العرب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.